طول الخرانية لحداش 11 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تبعوا فينا وتسمعوا فينا. مرحبا بكم في مشكلة رقبتي صباح. رقبتي زوم يسمعوا الناس كل رقبتي تعز لازم تعرفوا الوضعية اللي تخدم فيها سحر. رقبتي في حالة بسم الله عليك سحر ورسم الله عليك بكو. بما أنه رقبتي في حالة جبت لكم اليوم مخميخة ما نسوش كان الناس كل تعرف مثلا مخميخة شمنكة تونسية نعرفها. تعرفها بيان سور اني باش شنو هي الباز نتاعها شمنكة معناتها الباز نتاعها شنو باش تكون معناتها شنو لانغريديون الباز نتاعها لانغريديون بالك بون تفويح ما نعرف ناكلها بنين داكور باهي الشمنكة تجي بالكرشة بيان سور كرشة كل واحد كيفاش يطيبها على محالة لازمها 750 غرام كرشة 50 غرام معدنوس بصل حمص 4 مغارف زيت زيتونة لازمنا قارص طماطم معجونة نص مغرفة هريسة تابل وفلفل زينة وفلفل أكحل وملح دونك نبداو أكل الحمص وكل يبدا ديجا منفخ قبل بليلة ناخذوا كل معدنوس ننظفوه ونفرموه نحضروا الكرشة ننظفوها ونقصوها طروف طروف ومن بعديكا بيان سور نفركوها بالتابل والفلفل الأكحل والملح نقليوهم هكيك حكيت 5 دقائق مع الزيت والبصل ومن بعديكا نزيدوها الحمص الطماطم معجونة والطماطم معجونة ماذا بينا نحلوها في شوية ماء قبل ما نصبوها والهريسة فلفل زينة بعديكا نمرقو ونخليوها حكيت نصيف ساعة هكيكا وقت اللي يغلي الماء نخفوا النار ونخليوها تطيب ساعة ونص أخرى وإلا ساعتين انتوما والكرشة كيفاش تقعد تطيب وقت اللي تلينك الكرشة وقتها نزيدوا المعدنوس ونخليو الغطاء معري حتى لين ينشح الماء شوية معناه الصوص تولي خاثرة ما تنسيوش تعملوا شوية بصل في صحفة هو بصل ومعدنوس في صحفة وما ننسيوش زيادة عصرة القارص في الأخر مع الشمنكة تعطي بنا أخرى يا لولو تعطي أكيد تعطي بنا أخرى واسمعني شوف أنا مع الماكلة التونسية والجو التونسي زي وعنا كوجينة في تونس نتكلم عنها وعنا موروث كبير برش ويديات زيادة موجود فوالا نكملوا معكم بالموزيكا عمرو دياب قدام مرايتها عادي بتتطلع براحتها